السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في القناة ديالكم متتبعي ومتتبعات شوات عتيقة البسيطة. اليوم جبت لكم تريد ديال نفيسة غنحتاجو ليه ان شاء الله. انا هنا درت 4 دجاجات، غنحتاجو السمن الحار، 2 معلقات كبار ديال السمن الحار. انا درت هنا الضمأ ديال الزعفران، وعندي الملون الغذائي، الملحة حسب الذوق، عندي معلقة كبيرة ديال سكنجبير ومعلقة كبيرة ديال المساخن، وعندي 1/2 كاس ديال الماء باش غنخلط هاد العطريه. نبداو على بركه الله باش نحضرو. انا كندير هاد المنحله هي الاولى، كندير ليها هاد العطريه ونشرملو وكنبيتو حتى الغد لي عاد نكمل الدجاج. غناخذ البانيو ديالي، غنوضع فيه العطريه اللي قلنا، سكنجبير، مسخن. انا هاد التريد درتو بمناسبه زياد المولود عند بنت صاحبتي، غنديه ليها للدار وقلت نشاركو معكم. الملون الغذائي، السمن، كي قلت السمن الحار، وهاد الطويمات ديال البنه ديال الزعفران اختياريين. الدجاج طبيعه الحال غسلناه مزيان بالملحه، قلت لكم الزنبوع تيخليش فيه نهائيا ريحه الزفوره، وخليناه سقطرناه، خدا وقته مزيان باش يتسقطر تنشف. دابا غنضيفو الماء لديك العطريه اللي درنا ونخلطو هاد العناصر مزيان. على هذا الشكل هذا ناخذ الدجاج ديالنا، وضروري ما نتقبو الصدر، شي موس يكون ماضي باش هاد العطريه تدخل مزيان في الصدر. على هذا الشكل هذا نبقى تندهنو مزيان الجوانب ديال الدجاج. منخليو التقنيات باش العطريه تدخل في الدجاج مزيان. ها هي الدجاجه ديالنا بعد ما شملناها، نحطوها ونعاودو وحده اخرى بنفس الشكل، وما نساوش ديما نتقبو الصدر. من بعد ما شملت الدجاج ديالي ولا على هذا الشكل هذا، كي قلت لكم انا كنبيتو ليله كامله في الثلاجه، عاد الغد ليه كنعاود نكمل الطياب ديالو. من بعد ما بات لينا الدجاج، ها هو الشكل ديالو، شرب ديك العطريه مزيان، يولي على هذا الشكل هذا وناشف وشرب العطريه. غنحتاجو المقادير، عندنا البصله تكون بكميه كثيره قطعتها هكا طوال، عندنا العدس من بعد ما غسلناه وسقطرناه، ربطه ديال القزبور، غنحتاجو كذلك البرقوق، المشماش، واحد جوج دروس ديال الثومه، بيض السمان باش غنزوقو، وبالنسبه للعطريه الحلبه، الزعفران شعره، البزار وسكنجبير، شويه ديال الخرقوم والملحه. هادو هما المقادير اللي غنحتاجو للتريد ديالنا. نبداو على بركه الله، ناخذ الطاوه فاش غنطيب وغنديرو فيها الزيت النباتيه،
ونوضعوا الدجاج على الصدر ديالو، على هذا الشكل هذا. ناخذ البصله ونديروها غنضيفو العطريه ديالنا، البزار، سكينجبير، الخرقوم، الملحه، من طبيعه الحال هادشي كيطيب وحنا كندوقو. الا خاصها شي حاجه غنزيدو عليه. غنوضعو ديك الربطات القزبور، جوج دروس ديال الثومه كنخليهم هكا صاينين، وكنبللو الجهد فاش يطيب لينا الدجاج ديالنا. صافي، دابا غنغطيو الطاوه ديالنا ونضعوها فوق الفرن باش يطيب الدجاج. ها هو، انا درتها هنا فوق الفرنو باش سهل عليا العمليه ديال الطياب. غنخليوه يطيب على خاطرو. بالنسبه للعدس انا غندير لي واحد نص القا باش ما يطلق ليا ديك الكحوله في المرقه، ونصفيه. بالنسبه للبرقوق، خديت هنا البرقوق مع الماء والزبده وشويه الملحه وعود القرفه، غنطيبو ومن بعد نعسلو بالسكر. كذلك ومثال نفس العمليه بالنسبه للمشمش. دابا غنرد البرقوق، الحلبة غنخلي طابية الدجاج، وغناخد شوية المرقة ونطيبها فيها، والزعفران شارة هي آخر مرحلة غنديرها باش يبقى ليا البنة ديالو. بالنسبة للبيض بيان سيغ غادي نسلقوه حتى هو ونحطو على جناب تربي نقدمو. الدجاج ديالنا بعد ما طاب ها هو تيولي على هاد الشكل هذا، غنحيدو ونسقطرو. من بعد ما سقطت الدجاج حطيتو في طاوة الفران ودخلتو الفران باش يتحمر. دابا خديت شويه المرقه في كاسرونه كي قلنا، غادي نضيف فيها شويه ديال الحلبه، هذه باش نحطها في زليفات بوحدهم كلي ما تيبغيهاش، ونردوها تطيب. بالنسبه للعدس، من بعد ما سلقناه نص سلقه صفيناه، دابا غادي ندوزو باش نضيفوه للمرق. كنوضعوه في الطاوه ديالنا ويكمل الطياب ديالو. من بعد ما طاب لينا العدس، حسنا به طاب، غنضيف معلقه صغيره ديال السمن كي قلنا حنا كندوقو، نشوف الا خاصها شي حاجه كنضيفوها. غنضيف الزعفران شعره ونخليه يكمل طيابو. بالنسبه للتريد، انا عندي هنا ديجا وجد، ها هو على هذا الشكل هذا، غنقطعوه. من بعد ما قطعنا التريد حطينا، قسمنا على جوج طباصل، حطينا النص ديالو نفس الكميه في الطباصل. بالنسبه للتزيين، انا وجدت هنايا هاد لي بونبون هادو، درتهم في هاد القصيبات ديال العود. البيض السمان بعد ما سلقناه دوزت النص في السانوج والنص في حب رشاد، وجدت شويه القرقاع، شويه ديال التمر، وهذا التمر معجن جمعته بشويه القرفه وباللوز وبالجزلان مع شويه ديال الزبده. هادشي باش غنزوقو ان شاء الله. من بعد ما طاب التريد ديالنا، كي قلنا قسمنا داك التريد على جوج. حنا دابا كنبللو في النصف الاول باش تدخل المرقه ما يبقاش ناش من الداخل. حنا كنبللو وحنا كنحركو شويه بهذه الطريقه هذه باش تدخل المرقه التريد اللي باقي لتحتو ناشف. دابا
غنضيفو النصف الثاني ديال التريت ها هو، ونعاود نبللو مرة أخرى على هذا الشكل هذا. وباش ما نطولش عليكم نتلاقاو إن شاء الله باش نشوفو الطبق النهائي ديال التريت ديالنا اللي كنتمنى إن شاء الله يعجبكم. وبالصحة والراحة، هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديال التريت ديال النفيسة، ذوقته هنا بالفانيل والبيض السمان والمشماش والبرقوق والتمر والقرقع. نتمنى يعجبكم، وبصحتكم وراحتكم، وما تبخلوش عليا باللايكات والبارتاج. وإلى اللقاء في وصفة قادمة بحول الله.